بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان وأينما كنتم، نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضرتكم. أهلا وسهلا، وكل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، بعد ان توقفنا في اللقاء السابق على الصراط عند اخر قنطرة، وهي قنطرة المظالم، ندلف في مرحلة جديدة، وهي مرحلة جميلة ان شاء الله بامر الله تبارك وتعالى، الحوض. نعم، ثم نتحدث ان تسع وقتنا ان شاء الله عن الشفاعة، الحوض والشفاعة ان شاء الله بامر الله تبارك وتعالى. هذا حديث يعني يشرح الصدور ويرقق القلوب ويؤمن الخائف ويبشر المؤمن ويستحث كل واحد فينا على العمل، أن يكون من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين يشربون من حوض الكوثر يا رب إن شاء الله. نسأل الله أن نكون من إن شاء الله رب العالمين. نعم. بأمر الله تبارك وتعالى. إذن مع الحوض والشفاعة ندلف إلى حلقة إن شاء اليوم. إن شاء الله. في الحلقة السابقة تقريبا استوفينا كل النقاط، أم هنالك نقاط تود فضلاتكم التركيز عليها بخصوص القناطر الموجودة على الصراط؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك يعني روايتان في مسألة القناطر أو الجسور الموجودة فوق الجسر. وهي أن البعض يقول أن ليست هناك جسور أو قناطر فوق الجسر، وإنما هناك القنطرة الأساسية موجودة ما بين الجسر والحوض، ما بين الصراط والحوض، وهي قنطرة المظالم أيضا. يعني هي هذه أهم القناطر. كل ما بينك وبين الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نعتمد فيه على عفو الله ونعم بالله. قال أحد الصالحين: يكاد رجائي فيك في الله، يعني وعدنا يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع الأعمال. بمعنى يعني هو عنده أمل في الله مع ذنوبه، نعم، أكثر من رجائه وأمله في الله مع صلاته وصيامه. لأنه هو يعلل، هذا الصالح يقول: يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع الأعمال، لأن رجائي فيك مع الذنوب، في الذنوب أعتمد على غفرانك وأنت بالعفو معروف، أما في الأعمال فأنا أعتمد على نفسي وأنا بالآفة موصوف. جميل. يعني العمل في دخل من فإلا تبعات، يعني نحن دائما ندعو: اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. تحمل التبعات هذا أمر خطير، فبالتالي انت قبل ان يتحمل يعني احد عنك التبعات لابد ان تتحمل انت اعباء نفسك قبل ان ترحل من الدنيا، تكون قد وفيت الحقوق. الا قنطرة المظالم، حقوق الاخرين: يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم، فتغافروا او فتصالحوا. العباد مع انفسهم، بالله عليك المعاملة بالحسنات والسيئات،
فهنا الأمر صعب. هنا التعلق بالركاب بالرقاب بلا شك. فقنطرة المظالم هذه أصعبها. إذا مر العبد من قنطرة المظالم وجدت هناك يعني مرحلة عظيمة وجليلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لكل نبي حوض. لكل نبي؟ نعم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هذا. نعم. لكل نبي. السلام. ولكن حوضي أكثرهم. فاتقوا الله فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. مكاثر. يعني أكثر. الأكثر في الورود على الحوض مش الأكثر عددا. الأمم قد تكون أكثر منا عددا. لكن مكاثر بمن يشرب بمن يأتي. لأن ليس كل الذاهبين إلى الحوض سوف يشربون منه. يعني أولم ينتهوا من العبور على جهنم والعياذ بالله. لكن بقيت مرحلة خطيرة. وهي يعني أن بعض الناس ترد تدفعهم الملائكة. الملائكة كما تدفع النبي صلى الله عليه وسلم وتحجز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أمته تتقحم. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تتفلتون مني فتقعوا فيها. هذا في الدنيا. يعني يحاول أن يبعدنا عن النار في الدنيا. نعم. بالأوامر والنواهي وتوضيح كتاب الله وهو قدوة وسلوك سلوكيات وأخلاقيات المسلم لكننا نتقحم ونتأبى ونقع. في الآخرة يحدث موقفين عجيبين. وهو على يمين جنبة الصراط جنب الصراط. نعم. أرى ناسا يتقحمون في النار من فوق الجسر. فأقول يا رب أمتي يا رب يقف يريد أن يلحق به وجبريل آخذ بحجزته يمنعه لأن في شفاعة لها حد سوف نأتي بموضوع الشفاعة. نعم. يعني لها إطار لها محددات. نعم. وناس أيضا من الذاهبين إلى الحوض قبل أن نصفه تذبهم تردهم الملائكة تدفعهم لا يشربون ممنوع. لما؟ فأنهض لأشفع لهم عند ربي يقول ربي يا محمد لا تفعل إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. اللي بدل في دين الله اللي غير في شرع الله اللي أضاف في دين الله اللي يعبد الله داخل بلده وخارج بلده اللي يعبد الله تحجب في بلدها ولما تخرج تروح تذهب الى الغرب اوروبا تخلع عباءتها وتلبس ما يحل لها وتقول لا هذه عادات لا هذه قواعد فيصلي في بلدي وفي السفر لا يصلي وهكذا. فكل من احدث في دين الله شيئا فلا يشرب من الحوض. الحوض النبي صلى الله عليه وسلم طب معذرة قبل الحوض قبل الحوض الفئات التي ترد عن الحوض هذه التي تبدل في دين الله سبحانه وتعالى. أي إنسان يبدل في دين الله ولا يقيم شرع الله سبحانه وتعالى يقول لا والله يعني كما قال الكفار من قبل هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني يقول والله لا القانون الوضعي ده جميل لأن الناس عارفة تعرف مشاكلها أو قطع يد السارق أو لا لا ده شيء وحشي شيء وحشي يعني إزاي يترجم الراجل يعني شارب أو تجلد الشارب الخمر يعني هذا الراجل مبسوط شوية يعني اتركوه يعني مسرورة. وذلك الحسن البصري لما في اليوم العيد ومناسبة دخول العيد وجدوا شباب في نهر الفرات يرقصوا ويرمرح ويطبل في قارب في النهر. قال ادعو عليهم يا إمام. فرفع إليه السماء قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. يا سلام. هذه رحمة وشفقة سبحان الله. ولكن يقال في رواية أخرى إن الحجاج أوشك على الغرق الحقوني أنقذوني. فالمريدين مريد الحسن البصري والحمد لله أنه يغرق منفردا فقفز الإمام وأنقذ الحجاج. قال يا إمام يعني كنا نستريح من قال غرت أن يموت شهيدا. سبحان الله غار عن الله جزاء بجد يعني وهم المسلمون فقط أم معهم أمم أخرى؟ لا 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 الأمم الأخرى تذهب إلى 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 حياض أخرى من المؤمنين. يعني هذا حوض رسول الله بعد الصراط مباشرة. بلى 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 أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الحوض يعني طب معذرة نقطة أخرى حينما تزجهم الملائكة لخلف الحوض. نعم. تذهب بهم لجهنم أم جهنم لجهنم أم تبعدهم فقط لا لا لا, 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 لا جهنم
اصل من شرب من الحوض هيحصل له امرين بعد ما يشرب ان شاء الله الزمان. ان شاء الله اول ما يشرب يزول ما به من غل وحقد وحسد وعواطف الدنيا تماما، ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانهم على سرر متقابلين. هذا امر عجيب، يعني استشفاء كامل خلاص من هموم الدنيا. ثم ينمو ويكبر حتى يصير كبيه آدم 60 ذراعا في السماء. وأن عليه النشأة الأخرى. خلاص يرجع البشر يرجع كبيهم آدم. لا فيه لا أقزام ولا أحجام معينة، كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولا بدانة. لا 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 ما في هذا الكلام. ولا مرض ولا لنا لا مكان كما سوف نرى، لا فيه لا عرق ولا بول ولا غائط ولا حيض ولا ولا سبحان الله كل ده. إذن ما هو الحوض؟ ما هو الحوض؟ قال صلى الله عليه وسلم حوض أعطانيه ربي. الكوثر هذه صفة وليس اسما. إن أعطيناك الكوثر. الكوثر عند العربي هو الشيء الكثير. قالوا للأعربية بما آب ابنك؟ قالت آب بكوثر، يعني بشيء كثير. نعم. فالكوثر عند العرب لأنه ماء لا ينقطع. هذا الـ 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 النهر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بحجمه، يعني بمساحته عدة ست مرات، يعني مساحته. قال ما بين مكة إلى بيت المقدس، ده في 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 في, في قول ما بين أيلة إلى عدن، ما بين يعني كذا كذا جهة. فتتعجب يعني هو أي مساحة بالضبط. بحثت ونقبت وجدت أن الرسول يعطي السائل على قدر ما يفهم بالمسافة. يعني هذه قبيلة تفهم تسكن في هذه المنطقة فتعرف المسافة من مكة إلى بيت المقدس، وهذه مسافة من عدن إلى أيلة. وماذا أسلوب جميل، أسلوب جميل. هذا رسول الله، هذا بما علمه ربه. يعني كل مسافة، لأن أحيانا الإخوة المشاهدين والمشاهدات الآن هيبتدي يبحثوا في الوعد الحق وفي آخر الكتب، وطبعا وإحنا هنعطيه بعد ذلك في آخر الحلقات المراجع اللي تعودوا لها عشان يطمئنوا، يعني ليزداد يقينهم بإذن الله إن شاء الله في شيخين بإذن الله إن شاء الله. يعني ربما يأتي مساحة الحوض والمسافة يعني فيه يعني مختلفة، فيتعجب أيها هذه أم تلك. فالإجابة على قدر السائل، هذه القضية. نعم. ماؤه أحلى طعما من العسل وأشد بياضا من اللبن كالفضة النقية، عدد أكوابه كعدد نجوم السماء. الله أكبر. إذا امتدت يد المؤمن وجد الكوبة في يده، يعني ما تحمله ما تتعبش، خلاص بدأت إيه مبشرات الجنة تظهر. لا يأخذها من مكان المحدد. لا لا لا، هو مجرد كأنه مغناطيس يلتصق الكوب. سبحان الله. ويشرب. أول ما يشرب أول شربة يضيع منه كل أمراض النفس، غل وحقد وحسد وضغينة وكبر وعجب ما في أكل خلاص لهذا. ثم لا يعطش ابدا ابدا، من شرب منه شربه لن يظما ابدا. ايش بالظما؟ خلاص الظما ده كان في الدنيا. سبحان الله. وفي درجه اعلى، ما هي؟ وهو رايح على الحوض وايمانه عالي. نعم. تقول الملك استريح ونحن نسقيه. يا سلام. في درجه اعلى يسقيهم رسول الله عليه الصلاه والسلام، ياخذ من الرسول اعلى من الملائكه، اعلى من الفرعون. طبعا يعني هذه درجة أعلى. هذا المقصود يسقون من رحيق مختوم أم هذا في الجنة؟ لا في الجنة إن شاء الله. لا يعني هكذا في 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 هذا المكان. انظر إلى 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 هذه الدرجات العليا. درجة أعلى الملائكة. درجة أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بيده الشريفة. بيده الشريفة. تخيل أنت أن تلمس أنت يد رسول الله وأنت تشرب. شو ده في الدنيا ولا؟ يا سلام، والله الشيخ أعطاني كوب من يده وأعطاني لقمة من يده. يعني يد رسول الله إذا امتدت إليه هي فيها شفاء أساسا. ثم الكوب الذي خلقه الله عز وجل بكون فيكون، ثم ماء هذا الحوض. ولكن من الشاربين من الحوض؟ من هم الشاربون من الحوض؟ هذا هو السؤال. كل مؤمن صفى نفسه ونقى نفسه وصار يقبل معاذير الناس ويقبل أعذار الناس. نحن مصيبتنا ألا يقبل بعضنا أعذار بعض. لا نلتمس الأعذار. لا نلتمس الأعذار. التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. فطالما أنا لا ألتمس لك عذر خلاص لا ألتمس في عذر يوم القيامة.
هذا أمر. يعني عدم التماس الأعذار هذا إنسان. النوع الثاني سبحان الله العظيم غير المشاحن، يعني الذي لا يشاحن الناس اللي هو أصحاب الشحناء. محمد بن لؤي يقول إيه؟ عنده قلدت في الخصومة. سلم واحد لما يخاصم يكون فاجر. هذا خاصم فاجر. من صفات المنافق أصلا. يقول إيه؟ أعمل عليه قضية في 5 محاكم. محكمة في المدينة الفلانية ومحكمة في الدولة. فيشتت عليه أيامه. طب ما خلاص كيف يشرب هذا؟ لا يشرب. لا لا لا. المشاحن. المشاحن. لا 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 لا. وإذا تعلق برقبته على الصراط واقتص. خلاص مسألة أخرى. اقتص هو عنده شيء يعطيك. خلاص هو ما قدم لنفسه خيرا. يعني قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. صحيح. قبل أن يتغير حالك ولون حالك حالك. العياذ بالله. فالعبد وانت مالك ومالك ومالك في يدك. انت قدم لنفسك خيرا ولون حالك حالك. اسود. والعياذ بالله. والعياذ بالله. في الدنيا. في الدنيا. لون حالك هناك. سبحان الله. هذه الآخرة هنا صورة منعكسة لترجمات الأعمال في الدنيا. الله يرضى عنك. فمن بيض قلبه في الدنيا زي ما قلنا بالامس من صار على الصراط المستقيم صار على الصراط الايه اليوم القيامه المضروب على نفس القضيه نفس من استقام قلبه واستقام حاله في هذه الدنيا نفس القضيه نفس الثمره الجزاء من جنس العمل. ثم الذي يكون يعني ايه مفتاح خير مغلقه شر. نعم. ده الشارب وعكسه مغلقه خير مفتاح شر. شر. يعني ما يجد اي خير يغلقه. يقول ايه ده برنامج جميل ده لا 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 ما ما لا لا تشاهدوا ما هذا المقال الجميل لا تقراوا تكتب مقال سيء بس وهكذا ايه الرجل لا يصنع الخير لا 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 ما لا داعي هذا لا يشرب مغلاق ابدا مغلاق خير ما تعصوا لو راى كل خير في الدنيا لاغلقها. سلم يا رب. لان 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 أن المسلم بطبيعته ما وجد خيرا إلا وفتحه وما وجد شرا إلا وأغلقه. نعم. هذه طبيعة المؤمن. صحيح. أما أن ينقلب بالأمر الثاني كيف يشرب؟ لا يشرب. طيب. وماذا؟ ثم الذي يؤذي من لا ناصر له إلا الله. ده ما سبحان الله يضاف إلى من إيه؟ لا يشرب لأنه سبحان الله تخيل أن استغل ضعفه. واستغل انه لا نصر له ولا لا احد ينصره ولذلك النصابون والعياذ بالله رب العالمين الذين ينصبون على الناس يلفوا لف ودوران ومكر ياخذ ماله ويضحك عليه ويوقع في المهالك يغررون بهم المغرر به لذلك احتجت الجنه وقالت قالت النار مليت بالجبارين والمتكبرين وقالت الجنه مليت بالضعفاء والغريرين المغرر به فهذه الطوائف هذه الشاربة وتلك التي لا تشرب. نعم. إذا شرب من حوض الكوثر أعرف بمكانه في الجنة من بيته في الدنيا يذهبون زرافات ووحدانا يتوجهون إلى بيوتهم كما يتوجهون من بعد صلاة الجمعة في الدنيا إلى بيوتهم. يا سر زرافات ووحدانا جماعات وفرادة. بالضبط. نعم. هذا حديث حضرتك؟ نعم. بلى. ولما صلاة الجمعة بالذات؟ نعم. لما بيشبه الرسول بيشوف متى نجتمع في الخير؟ صلاة الجمعة. تمام. صحيح. وبعد ما نصلي الجمعة؟ ننطلق إلى بيوتنا. تمام. الصورة تتكرر. الناس دي كانت بتجتمع مع بعض في الجمعة، فاجتمعت في الخير في الدنيا، وبعدين رجعت إلى البيت بلغت الأهل والمكان حضر الخطبة وبدأ ينفذ الكلام اللي سمعه من الإمام، أو وجدوا إمام الأئمة يسقيهم بيده، ثم ينصرفوا من هذا المكان. إلى بيوتهم يدخلهم الجنة عرفها لهم بمعنيين عرف المكان أو عرفها من العرف وهي الرائحة الطيبة زكاها وشموا رائحة طيبة وسوف نأتي لكلام الجنة الجميل إن شاء الله عرفها من العرف نعم. شاذ العرف شاذ العرف صح شاذ العرف نعم. طب سؤال إذا أذنت فضلتك ما الحكمة من أنهم يجوزوا الصراط أو يجوزون الصراط ويردون من عند الحوض؟ هذا نكاية لهؤلاء يعني أنت لما ذل الله يرضى عنك ليه؟ لأنك لأن هو أصلا وهو يمر على الصراط اللي هم كانوا معاه في الدنيا أنا لما خلقت أنا وأنت وكل المشاهدين والمشاهدات الله عز وجل خلق لنا مكان في الجنة ومكان في النار
صحيح. كل واحد لتكون الاختيارية. صحيح. ليس هناك جبر. نعم. لا ليس هناك جبر. وإنما إيه؟ هناك إيه؟ اختيار. مناط الاختيار. مساحة الاختيار. نعم. فلما خلق مكان في الجنة ومكان في النار وهو يمر العبد إذا كان صالح يقول له انظر إلى هذا ينظر يرتعد. في النار. يرعب. هذا يقول له هذا مكانك لو كنت قد عصيت الله، أما وإنك قد أطعت الله فانطلق يا عبد الله فاشرب من حوض الكوثر واذهب إلى مكان فيكون السعادة سعادته. ولمن خاف مقام ربه جنته. جنته. تمام. جنة اللي هي من 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 من, من طاعته لربه، وجنة وارثها بتاع الكافر، فأولئك هم الوارثون. الوارثون الذين مسألة وارث يعني اخذ حق شيئا حق عند الغير. صحيح. اخذ شيئا انا وارث يعني ايه الذين يرثون الفردوس نزلا هم فيها خالدون. نعم. الذين تبع اهل النار. نعم اهل النار والعياذ بالله ياخذ نار كيف يرى مكانه في الجنه؟ يريه الملائكه مكانه في الجنه وهو فوق الصراط. يا للذل يا للذل يمر له يبهر قل هذا مكانك لو اتخذ انظر سبحان الله فالندامة تزداد يضاعف له العذاب. الله يرضى عليك هذه المضاعفة هذه المضاعفة ياخذ مكانه مكان المؤمن لان مكان المؤمن لان ياتي يوم على جهنم وهي التي فيها عصاة الموحدين تصفق ابوابها بمعنى يعني تخلو من سكانها ويخرجون ويعودون للجنة بفضل الله ياخذون اماكن من الجنة اكتملت لا هو اخر رجل يخرج من الجنة له قصة عجيبة سوف ناتي اليها قصة المسلسلة والضحك عجيبة او اخر واحد. هل هنالك نصوص في الفترة الزمنية التي يقضيها الناس عند الكوثر؟ شوف الاخرة كلها نعم بالنسبة للمؤمن الصادق كما بين وقت الفريضة الى الفريضة بس فقط دي من المبشرات ايضا يا اليوم انا اعطي مبشرات ساعتين ثلاث ساعات يعني مبشرات يعني انت تحلي هذه الحلقه نعم تحلي هذه الحلقه الله يرضى عليك يا رب وهل كانت الحلقات الماضيه مره انا كنت اصف انا كنت علقمن يا مولانا انا كنت واصفا انا كنت واصفا لا مرهبا انا اصف انا اصف ما ما ما, ما اشرح امانه اوصل امانه صحيح. للمشاهدين والمشاهدات لا مجال للاجتهاد لا لا لا, لا. ف خلاص شربوا من حوض الكوثر توجهوا إلى باب الجنة كل في بابه كل في الباب الذي يعني يستقبله خصوصا نعم 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 أعرف شوف أعرفه ببيته أعرف هو عارف عرفها لهم هنا عند الحوض تكون الطبيعة الإنسانية كما هي لم تتغير لا تتغير صحيح تغير وإذا أما الفرح يدخل إزاي عليه يعني الفرح يدخل عليه بطبيعته بطبيعته الانسانيه لا بطبيعته الاخرويه لا 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 الطبيعه الاخرويه لسه ما حصلت هو فرح الان سوف يرى جهنم بام راس كما ترى وارى الان وذلك لما اول ما دخلوا قالوا ايه الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الذي احلنا دار المقامه من فضله قالوا لا يمسنا فيها نصب ولا لغوب ما فيه خلاص خلاص الحمد لله اذهب عنا الحسد خلاص طيب. انا كنا ندعوه من قبل انه هو البر الرحيم وفي قراءه انه هو البر الرحيم نعم بارك الله فيك نعم الصراط له دخل بما يحدث من مشاهد واهوال في يوم القيامه تمام والجنه والنار طبعا هذا دار المقام ودار المستقر الدار الاخره نعم. ما دخل الحوض في هذا الموضوع الحوض لتنقيه ما بقي من اكدار الدنيا في قلب العبد الذي ما استطاع الايمان لقلته او لخبوء ضوئه او لضعف قوته ان يحرق هذه الشهوات وهذه الغرائز وهذه الاحقاد في داخل القلب فيقوم بهذا الدواء الشافي من حوض الكوثر بارك الله فيكم في وصف الساعة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه الايات في الحوض يعرفون بعضهم البعض في هنا تهدأ النفوس تهدأ يبدأ بقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلا في مواطن ثلاثة يا أنس تطير الصحف عند الموازين عند الصراط لا يسأل حميم حميمة في هذا الوقت ما حد يسأل حد لكن عند الحوض زي ما يكون شوف أهل المعاصي يجمعون أنفسهم على المعصية يجي يوم القيامة يقول ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
الأخلاء الأصدقاء الأصدقاء الصدقات اللي على حزبية واللي على جماعة واللي في نادي واللي في منتدى واللي في مجموعة رجال الأعمال مجموعة مش عارف لاعب الكرة مجموعة فنانين إيه خير وبركة إذا اتقوا الله خير وبركة لكن اللي اجتمعوا مع بعض من الدنيا اللي اجتمعوا مع بعض في الله اللي تزاوروا في الله اللي سبحان الله وذلك ينادي المنادي ليقم جيران الله فتقوم طائفة تذهب إلى الجنة رضوان يقول من أنتم يقول نحن جيران الله كيف كانت جيرتكم؟ قالوا كنا نتزاور في الله ونتجالس في الله ونتحب في الله ونتواد في الله فيفتح لهم الباب ويدخل والذين يصنعون هذا في الدنيا نفس بالضبط بالضبط يعني نفس القضية اللي هم إيه يعني ما جمعهم إلا الله وذلك إيه ورجلان ها تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ما جمعهم إلا الله ما جمعوا إلا الله الله يرضى عن ابن عباس قال هذا يحبني قال ويد اللي عرفك ابن عباس قال لأني أحبه وإذا أحب مسلم مسلما يجب أن يبلغه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحبك في الله يقول لو أحبك الله الذي أحببتني فيه فانظر هذه المعية بس يكون صادق هذه المحبة وهذا التودد في الدنيا الله عز وجل سبحانه وتعالى سوف يعني يريح هؤلاء بأن إيه أول ما يشربون حوض الكثر خلاص تعرف في وجوههم نظرة النعيم لا تظهر نظرة النعيم إلا بعد هذه الشربة بعد الشربة دي تظهر نظرة النعيم خلاص تباشير الصبح قد بدت خلاص الليل الحالك ولا الكرب ولا الامتحانات ولت السوء ولا النجاح حدثت ففضل الله سبحانه وتعالى شربوا ودخلوا الجنة فضل الله عز وجل أين الشفاعة تعال نرجع شوية خطوات للخلف احنا مش خطوات يعني نرجع. كلمة الشفاعة تقتضي أمورا أربعة تقتضي أمور أربعة شافع ومشفوع عنده ومشفوع له ومشفوع فيه صحيح تمام طيب تعال للشافع يعني ايه شافع الأول شافع يعني ايه مثنى في شافع وفي وتر صحيح الوتر ان الله وتر يحب الوتر طبعا الشافع زوج تمام اثنان أربعة تمام خلاص الشافع إذن عندنا شخصين نضرب مثال أنت في البيت تتفق مع زوجتك أن الولد المقصر في أداء الواجب أو لم يصلي أنا يرفع صوتي وأعنفه وأنت إيه تهدي الموقف وتستشعر زي بعض ما هو صلى الفجر الحمد لله هو بالأمس أصلا كان عنده امتحان وتتودد شوية أن أعمل أن يتفق ما بين واحد وآخر في مصلحة ثالث شفع في وتر نعم تمام نعم وضحت هذا نعم ولله المثل الأعلى يعني الله عز وجل لا يقبل الشفاعة إلا من ارتضى من رسول إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم راح يشفع للمردودين عن الحوض ماذا قال له لا تشفع يبقى لم يأذن نعم خلاص فأنت تأتي لتشفع تقول مثلا مدير الإدارة يقول أخصم من فلان مبلغ كذا فأنت لك مقام عند المدير تقول إيه يا أستاذ فلان يعني زي بعضه أنا إن شاء الله هو أصلح من شأنه أنا هدفع الدين اللي عليه فأنت شفعت لولا مكانتك عند المدير لما تقدمت صحيح ولله المثل الأعلى ونعم بالله لولا مكانة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العباد عز وجل لما وقد لأن فيه أنواع الشفاعة كثيرة نذكرها هي الشفاعة الكبرى اللي هي أول شفاعة شفعها النبي اللي بدأ الحساب دي للأمم كلها وجاءت الفائدة لكل العالم لكل الموجودين في أرض المحشر حينما طلب من رب العالمين أن يأذن ببدء الحساب يأذن بالضبط ودي الشفاعة الكبرى سبحان الله وبعدين أنت عندك شافع خلاص الشافع اللي هو إيه يذهب لإيه ليشفع وبعدين مشفوع عنده وهو رب العباد الله سبحانه وتعالى وبعدين مشفوع له اللي هو صاحب الذنب ومشفوع فيه اللي هو إيه الذنب نفسه بالضبط كده يبقى هذه إيه يعني أركان الشفاعة أو مقتضى أنواع الإيه مقتضى الشفاعة تمام الشفاعة أنواع عندك الشفاعة العظمى وهي الأولى اسمها الشفاعة الكبرى نعم. أعظمها خلاص وبعدين
في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم من استوت حسناتهم مع سيئاتهم هم أصحاب الأعراف. يعني بالتعبير الدنيوي ما معنى أصحاب الأعراف أو أهل الأعراف؟ هم جماعة حاصلين على 50% النصف. والإيه لنا حسنات لدنا سيئات جلت وحسنات قلت، لا حسناتنا تدخلنا الجنة ولا سيئاتنا تدخلنا النار. هم عرفوا نفسهم كده بين. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في شفاعة عند الميزان لما تخف الموازين فأقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدي بطاقة فأضعها في كفة حسنات فتطيش السجلات لأن دليل الحسنات إيه؟ ثقيلة. يقول من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير. قال أنا محمد رسول الله. ومن هذه البطاقة؟ كلمة بطاقة بنفس التعبير في صحيح البخاري ومسلم بطاقة. وأهل مصر من زمن يقولوا كلمة بطاقة ما معروفة حتى في كتب التفسير يقول لك وأهل مصر ذات يذكرون كلمة. فكلمة البطاقة هذه سبحان الله ينظر والعبد عايز يطمئن ما الذي حدث؟ يجد مكتوبا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. يا سلام. مبشرات مش غير مبشرات. مبشرات طيبة. الحمد لله. يبقى بس في نقطة مش لا إله إلا الله كده يعني تقال لمن؟ الله يرضى عليك يا رب. يعني لا إله إلا الله مش كده وخلاص. لا يعني لا إله إلا الله يعني لا محكم في الكون إلا الله. ما قلنا إلا بحقها. بس خلاص عشان تفهم يعني عشان على بعضها كده. لها حقوق. لها حقوق مش يعني حقوق. مش كلمة تقال. خلاص. وبعدين لا الشفاعة في من في تخفيف العذاب في النار. تخفيف العذاب. وهذه حدثت لعمه أبي طالب. قال العباس يا ابن أخي ألا تشفع عند ربك في عمك الذي آزرك ونصرك ووقف بجوارك؟ ما أحد نصر الرسول من الكفار إلا بتبع عمه أبدا. وما نالت منه قريش إلا بعد أن مات. قال قد شفعت. قال وماذا أعطاك؟ قال جعله أخف أهل النار عذابا. ما عذابه؟ قال وما هو؟ قال يوضع في ضحضاح من النار. وفي رواية في ضحضاح من النار ضحضاح مستنقع. نعم. ضحضاح من النار تلبسه الملائكة نعلي يغلي من نار. نعم. يغلي منهما دم رأسه. هذا أخف عذاب أهل النار. الله أكبر. سلم يا رب يا رب سلم. هذا أخف عذاب أهل النار. أهل النار أن يلبس نعلين يغلي بهما دم رأسه مع أشد العذاب. ماذا؟ لا لا الموضوع احنا لسه ما احنا غليان الدم داخل الجسم. من الواجب من الواجب يعني الإخوة يثبتوا معنا في لو احنا نتحدث عما في النار في مستنقع من النار والعياذ بالله ضحضح. هذا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام فقط. وهذه من ضمن من ضمن الشفاعة. سبحان الله. بس هذه شفاعة لفرد لحالة حالة خاصة. حالة خاصة احنا بس عشان نسر انواع الشفاعة. في ايضا اللي هم الشفاعات اللي كان في شفاعة في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بيها اللي هي 70,000 من امتي يدخلون الجنة بدون حساب. قال عكاشة بن محصن وكان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله. فنظر فراه عكاشة قال انت منهم يا عكاشة. قال من بجوار عكاشة وانا يا رسول الله. قال سبقك عكاشة وبردت الدعوة. سبقك عكاشة وبردت الدعوة خلص مغلقت هنا. نقبت عن الحديث ودخلت في أمهات الكتب وجدت إيه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض من المنافقين. فما أراد الرسول أن يفتح الصفحة هكذا أنه إذا وعد فهذا وعد الله أنجز. لا لا لا, لا, لا سبحان الله لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إيه صلى الله عليه وسلم في لكل نبي دعوة مستجابة ودعوتي شفاعة ادخرتها لأصحاب الكبائر من أمتي. لأصحاب الكبائر حتى أصحاب الكبائر الرسول يحن عليهم وتقبل الشفاعة والله عز وجل يقبل يقبل طالما أنها لا تخص العباد تخص رب العباد فالله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه. مثل ماذا كبائر مثل ماذا؟ يعني واحد ابتدي بالنظر إلى ما حرم الله. أصبحت تستصغرها كبيرة. لا ما هو أصغر يعني صغيرة 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 لا صغيرة كبير. مع إصرار صحيح ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة إن واجهك عدله ولا كبيرة إن قابلك فضله. وهذا في الدنيا
نفس القضية. فالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يشفع لأصحاب الكبائر من أمته وتكون ذنوب ما بين العبد وبين ربه ويعفو عنها رب العباد ويقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توقيت هذه الشفاعة؟ توقيت هذه الشفاعة قبل الصراط وبعد الصراط وعند الميزان، هذه أوقاتها. لا يعني عند شفاعة الميزان قلناها يضع البطاقة لا إله إلا الله، هذا من ضمن سبحان طيب. وبعدين يقف على جنبة الصراط يرى من يستطيع أن يشفع فيه فيشفع فتقبل شفاعته، يراهم هم يجوزون على الصراط فأكاد يقع نعم فيشفع لهم عند الله يقبل رب العباد. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لفئات من الناس، لا للناس بأعينهم، لا لفئات، لأصحاب أعمال، أصحاب كذا، لا 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 يعني فئات، أقوام من الأمة، أقوام من الأمة. هذه الشفاعة التي تفضلتم بها أصحاب الكبائر متى يشفع وهم في النار؟ لا لا لا، وهم ذاهبين خلاص، الكبائر سوف تأخذهم، سوف يجوز على الكلاليب، على المخدوش تأتيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ليس لأحد عنده مظلمة، دي أهم شيء. المظالم. شوف اصنع ما شئت إلا أن تظلم مسلما. يعني ما بين المرء وبين الله فيه كلام. يعني أقول لك شيء. لما يبيت واحد منك باكي داعي رب العبادة عليك. سلم يا رب. ماذا تصنع؟ سلم يا رب سلم. ماذا تصنع؟ وذلك أنا أهيب. يقول عزتي وجلالي. لأنصرنك. لا ولذلك أنا أهيب بالمشاهدين والمشاهدات. لا يبيت رجل مع زوجته أو زوجة مع زوجها إلا أن يتراضيا. ربما جاء ملك الموت وأخذ أحدهما أو كليهما بالليل، يعني هي تسترضيه وهو يسترضيها، لدي حقوق. الأولاد قبل أن يناموا يسترضوا الأب والأم، البنات اللي تزوجوا إذا كانوا يتصلوا بأبوهم تراضي عني، الولد الذي تزوج وترك البيت نفس القضية. وإن كان الأب قاسيا مع الأولاد، أصلي ما شوف إحنا لو مسكنا القسوة والكلام يبقى مش هنعمل خير. اللي عايز يعمل خير ملوش دعوة بشيء. هو شوف معذرة أنت مثلا يعني أنا مثلا أنا من فضيلتك. لا خلاص ما أنت اللي قدامي يا ابني، أمرك إلى الله. أنت رجل قاسي خلاص، وأنت رقيق الحال ما شاء الله، بكى لا قوة إلا بالله. فأنا أبتغي في معاملتك وجه الله عز وجل، فلذلك انا انظر الى ايه؟ الى باب الجنه وانظر الى الحوض فلا اراك، لا اراك ولا ارى قسوتك. لكن اركز على قسوتك، حجزت عن نفسي ايه؟ الحوض وحجزت الجنه ونظر الى قسوتك، خلينا طول حياتي ناظر الى قسوتك ومش هعمل خير، وهذا مدخل من مداخل الشيطان او تلبيس ابليس عليه. وده ما يستحق، لا يستاهل، لا يستحق، لا تنحل له. المظالم الا المظالم، ولا بد يوما ان ترد المظالم. الا المظالم، الا دي ما شوف يمين يسار، لا مظالم، لا الا المظالم. يعني فضلتك وتتحدث يعني شريطه ان يكون الذنب بينه وبين الله ليس بينه وبين احد من العباد. واحد غرائزه غلبته وبعدين سكر، شرب مسكر، اخذ مخدر من المخدرات، تعاطى مدخن، وبعدين حاول ان يتوب، غلبته شهوات ونزوات، والإنسان ضعيف بطبيعته، وبعد مات. كرم الله عز وجل أن يعفو عنه، لأن هناك حسنات. ربما أنت ماذا كنت تصنع؟ قال ما كنت إلا أنني كنت رجل موسر. كنت رجلا كنت رجلا موسرا غني. تمام غني، كنت رجلا موسرا، فكنت أنظر المعسر حتى يرد. السلام. قال أنت تنظر المعسر، خذوا بيده الى صفوف اهل الجنه. يلا سبحان الله. والانسان سبحان الله العظيم اللي تعود على 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 المعروف في الدنيا يبقى صاحب معروف في الاخره. تخيل في الاخره. هذا فضل يعرف في الاخره. يعني. طبعا ان اصحاب المعروف في الدنيا هم اصحاب المعروف في الاخره. ليه؟ ياتي بالظالم والمظلوم. الظالم انا ظلمتك، ولكن في نفس الوقت عملت أعمال كبيرة خير في بند آخر. فيكي رب العباد بالإثنين، يقول انظر، فانظر كده هما أتري الجنة في الخلف، ماذا ترى؟ ماذا تريان يا رب؟ لمن هذه القصور ولمن هذه الدور؟
لأي نبي أم لأي صديق أم لأي شهيد؟ قال لا، لمن أعطاني الثمن. قال وما ثمنه؟ قال أن يعفو أحدكما عن الآخر. قال قد عفونا. قال خذ بيد أخيك وادخل أنت ومنتين يعد على حوضك يشرب فالغل يروح منه. ثم هناك شفاعة ليست للرسول فقط عليه الصلاة والسلام، يشفع الشهداء في 70 من أهله وجبت لهم النار. كل شهيد يشفع في 70 من أهله، سبحان الله، لأنهم فقدوا صغيرة حجاج في سبيل الله وأخذوا من أولاده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وبعدين من قبل يشفع الصديقون كأبي بكر لو شفاع في من؟ في العصاة وفي اللي يعرفهم المسلمين. المسلمين نعم، سبحان الله، المسلمين سبحان الله. ثم يشفع العلماء في من يعرفون، أيضا في رواية في 70 من أهله وجب، أو في من يحب. ثم يقول الله عز وجل شفع الأنبياء وشفع الصديقون وشفع الشهداء وشفع العلماء وما بقيت إلا شفاعتي أنا وأنا الرحمن الرحيم، فيأخذ قبضة بيمينه من أهل النار فيدخلهم الجنة. ما صفة من يخرج في قبضة الله سبحانه وتعالى من النار إلى الجنة؟ أولا الله، يعني هل هذا معذرة، يعني هذا يعني كل شيء يخص ذات الله وصفاته شيء فوق عقولنا وراء عقولنا ولا نجهد أنفسنا فيه. لكن في الحديث بتاع عكاشة في رواية أخرى تقول إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب. 70,000 على العدد أم على التكثير؟ على العدد. على العدد؟ على العدد. 70,000 في نوع. قال أعرابي جالس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألم تستجد ربك يا رسول الله؟ أعرابي، ما أنه سبحان الله في قلبي حنان وعطف ورقة. قال نعم لقد استزدت. قال ماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال الأعرابي: ألم تس؟ فقام عمر فوضع يده على فم الأعرابي. خلاص كنت أعرابي، قعدت قدام رسول الله وقعدت في مزاد مزاد. فنزع الأعرابي يده وقال: اسكت يا ابن الخطاب، أتعطينا من بيتك أو من بيت أبيك؟ يا سلام، يا رسول الله ألم تستأذن ربك ولك أن عرف. شوف مجلس رسول الله في كل هذا الصورة صح. ألم تستأذن ربك؟ ضحك الرسول وقال: لقد استزدت. قال ماذا أعطاك؟ قال أعطاني 3 حثيات بيديه ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه. 3 حثيات. فقبضة الله عز وجل يعني حتى في رواية مسلم قال: فيقبض الله فيخرج الله عز وجل قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. الله هو الله هو الغالب على امره. واين العدل؟ لا في عدل كله، هو ما عملوش خير لكن يبدو لم يعملوا شرا. عليهم نقائص، والنقائص بينهم وبين الله، ما ضروا فيها احد، ما اذوا احدا. ده فيه ناس تصلي وستصوم والنوافل والعمرة كل سنة والحج وسبحان الله، ولكن في قلبه من الحقد ومن الغل ومن الضغائن للمسلمين ما يضيع كل هذا. الصحابي يا مؤمن مش قال له إيه الإسلام؟ قال له الشهادتين. قال له نطقنا بالشهادتين. في إيه؟ قال له 5 صلوات في اليوم والليل. هل علي غيرها؟ قال له إلا أن تزيد. قال له والله لن أزيد. في إيه في كمان؟ قال له صيام شهر في السنة. في غيره؟ قال له إلا أن تطوع. قال له والله لن أزيد. في ايه كمان؟ قال له الزكاة الى اخر. قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. ليه؟ هو عمل ايه ده؟ ده عمل الشيء اللي يدوب نقول انه مسلم لكن ليست عليه تبعات الا التبعات التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. واحد بنى بناء كبيرة وبعدين بدأ يهدمها، عمل كبيرة وضيعها. طيب إذا كان الأمر هكذا فلما نتعب أنفسنا في الدنيا؟ لا، هؤلاء الذين أخذوا برحمة الله دول وقعوا في قعر جهنم أصلا. هؤلاء الذين أخذوا أخذتهم قبضة الرحمن سبحانه وقعوا في النار أصلا. هم في النار؟ في النار، ولكن ما انتهى اليوم، يعني الفترة بسيطة يا ابني. اليوم 50,000 سنة.
طب ما هو يعني فضلتك احنا لسه في اول يوم ام في ثاني يوم ام اليوم انقضى اليوم ده هو اللحظه ليو كل يوم في الاخره بخمسين الف سنه هو لو قعد له اسبوع واحد بس دي مش امم مليارات متعدي هتاخد زمن اللي عدى على التاور الاحصارات واللي تطايرت الصحف زمن زمن الله بعد ان ياخذ قسطه من العذاب لابد ينقى طب فمن الذين لا تنفعهم شفاعه الشافعين والعياذ بالله رب العالمين أناس أهل الكبر أولا المتكبرون الذي يتألى على الله يتألى على الله يعني يعمل مشرع من عنده ولا لا 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 ما فيش حاجة اسمها حرام ده حلال لا 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 ده هذا هذه حالات اقتصادية ما مش عارف ايه لا 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 انتوا تخترعوا من عندكم ما قال نعم قط نعم الوحيدة اللي قالها لما نادوا عليهم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أول مرة قال نعم عمر وقال نعم ده في ناس تقول يعطيك السؤال أنا شخصيا الرجل يا مؤمن قاعد في الحج يا شيخ عمر أنا سألت 10 من العلماء على موضوع الربا والبنوك ده أنت إيه رأي فضيلتك بس الله يرضى عليك أوعى تقول حرام طب لا عليك ده طيب كيف تنفعه الفوتي هذا احيانا واحده تتصل ده شوف انا عايز اكون انسانه مسلمه بس لا تكلمنا لا في الحجاب ولا في خلاص بارك الله فيك نعم مع السلامه هذه انواع هذه لا تنفع شفاعه لا شفاعه يعني اذا الشفاعه لا تشمل اناسا ايضا لا 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 لا, لا تشمل طبعا طبعا يعني تشمل فئه ولا تشمل فئه طبعا طبعا بلا شك مساله الشفاعه هل هي شفاعه مسبقه بين الله وبين الرسول عليه الصلاه والسلام هي معلومة عند الرسول صلى الله عليه وسلم بما علمه الله لأنه قمة الأدب يعني قمة حتى أنه هو من رحمته أن يريد أن يشفع للكل لأن في مواقف معينة تمنعه الملائكة ويمنعه الله ما احنا نود التركيز على هذه لا 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 يعني التي نمنع فيها من الشفاعة حتى لا تكون ذريعة في خزي الدنيا لا لا لا, لا, لا شوف شوف يعني شوف الله عز وجل حتى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها ليه قال نصيب هنا وليه قال كفل هنا هذه طيبة النصيب الشيء الكثير نعم يقول أخذ مالا نصيب. من النصيب نصيبه من المال من لكن الكفل عشان هو بيشفع شفاعة سيئة فمن كرم الله أن يعطيه سيئة واحدة يعني يروح مثلا يعين راقصة في الباليه يعين عواد في الموسيقى في الفرقه والعياذ بالله ولا مش هو اسمه عواد ولا اسمه ايه؟ عواد عواد يعني يعني موسيقار موسيقار يعني موسيقار هو ده ايه يكون ايه ويبقى مبسوط انه عينه يقول ايه؟ ده انا قدمت للدوله عبقري طب بس الشيخ ده الولد ده حافظ القران عايزين يقوموا بالناس لا والله اسمع خليه يقرا لوحده كده يروح يقرا على المقابر مش عايز شفاعه حسنه هنا ده فهي حتى لا يشفع في الدنيا شفاعه حسنه تناله شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاتي الشفاعه بعد ان يقضي دينه في النار الله يرضى عليك الله يرضى عنك نركز على لا لا لا, لا 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 مش كده وخلاص لا مش كده يعني لو جلس يوما لا 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 50000 سنه رب الله يعني. ربنا يرضى فيك يا ابني ارزقك اللهم ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب بس هذا دائما هذا دعاء مؤمن اللهم ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب يا اخي تدلل على الله واطلب تدلل على الله واطلب لا انا نحن نقول اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن لا 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 لا, لا 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 ليست هذه هذا كما تقول فضيلتك لا لا لما لا تساله رد القضاء انا اساله انا اساله انا اساله ومن لا يسال رد القضاء سواه من سبحان الله بس انا اريد ان اقول يعني نحن في نهايه حلقه الحوض والشفاعه ان ليفرح اهل الابتلاء لأنهم الحمادون لله على كل حال أول طائفة تدخل إلى الجنة دي تركيز مهم لأن كلنا مبتلى وكلنا ممتحن اوعى صاحب البلاء أو الابتلاء يظن أنه المبتلى الوحيد نعم. ما في عبد في الدنيا إلا هو مبتلى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم نعم نعم نعم, 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 نعم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم أم حسب الناس أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون لا بد من الافتتاح لا بد من ونكم بشيء لا لا بد لا بد لا نعلم للتاكيد لا 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 بد لا بد وللتكرار يعني اذا من يبتلى يفرح مرحبا بشعار الصالحين كفاره هذه الله يرضى عنك نعم لان اعمالنا لا تصل الى درجه تكفير ذنوبنا
يعني ماذا تقول فضلاتكم لمسلم يتقاعس في الدنيا عن أداء الطاعات ظنا منه في أن تناله الشفاعة؟ لا 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 يوم القيامة هذه الشفاعة هذا فضل تفضل من الله على يعطيه لرسوله صلى الله عليه وسلم ليشفع، لكن ما الذي يضمن لي أنني ممن يستحقون الشفاعة؟ وإذا في نهاية شفاعة مقيدة وليست مطلقة. لا لا مطلقة لا مطلقة لا لا مطلقة لا، أن تقدم الآن وبعدين ربنا يكرم الحال. هناك من يقول ان النار لم تخلق لمسلم. لا لا ازاي ازاي، امال جهنم دي موجوده فين؟ امال فين اللي تصفح لهم الاموال صفائح من النار تقوى بها؟ مش عند مسلم. مسلم من لا يصلي في الدنيا سوف يصلي في جهنم، وكانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. في الاخره يدعون الى السجود فلا يستطيعون. والاين اسجد؟ كان عنده في البيت سجاده وعنده مسجد وعنده علماء وعنده قران وعنده ماء للوضوء، يصلي في النار والعياذ بالله. يبقى ولا ايه؟ وهكذا صحيح. وبعدين اللي غلوا الامانات بتاع الناس، اللي سرق شيء، اللي اخذ شيء مش من حقه، تلقى في قعر جهنم. تقول له الملك ان جئت بها ربما نجوت، ينزل فيها قعر جهنم يقعد معها تحت. طيب يعني معذرة، في 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 اواخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام، الايات يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهان. مهان يخلد خلود هذا. وبعدين انها ساءت مستقرا ومقاما. كيف الخلود والاستقرار وتنال الشفاعة؟ لكل قاعدة شواذ الا هؤلاء. القاعدة العامة أنه وقعت في النار، لأن عندنا ست دركات أهلها مخلدون. الدركة السابعة الأولى أهلها مش مخلدون، الجهنميون هؤلاء، الجهنميون غير مخلدين، غير مخلدين عصاة الموحدين هيخرجوا. لكن الستة قاعدين، يبقى أنت عندك نسبة ستة إلى واحد. فيتكلم عن الخلود والاستقرار والمقام، خالدون في مخلدين عن الستة. إذن الشفاعة تختص بسكان جهنم كما سنأتي تفصيل. فقط فقط فقط، ليست بسبع دركات وبعضه. هذه مقيدة شديدة التقييد، مقيدة بسابقة الأعمال، ليست شفاعة مطلقة. احنا مش ببساطة، احنا كل البيوت عندهم أولاد في المدارس. نعم. لما مش عندنا في الجامعة أو في المدارس في لجنة رأفة. صحيح. لجنة الرأفة دي ترأف بمن؟ الولد جاب 48 من 100، يعني فاضل له ايه؟ درجتان. لكن واحد جاب 1 من 100 يعملوا في ايه؟ يخسروا من التربية التعليمية. يجب أن نفهمها هكذا. يعني أدعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. الله. يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيء. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه قواعد. طيب هذا ما يخص المسلمين وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أين الأمم الكافرة الأخرى؟ يأجوج ومأجوج وفرعون وهامان وجنود، أين هم من هذه القصة كلها؟ خلاص استقروا في النار من البداية، انتهى الموقف، التقطتهم أمهم من المحشر، ما فيش وقت. ده اللي وقفوا دول الفائزين من الألف، من كل ألف طلع واحد، كل ألف المليون في ألف، هذا هو الواحد، هذا هو الألف من المليون. كل مليار منهم مليون. يا تعالى بارك الله وصلت فيكم. وصلت. نعم. بارك الله فيكم. ونحن في نهاية هذه الحلقة، وكل عام وفضيلتكم بخير وتقبل الله منا ومنكم. مشاهدينا الكرام، وفي النهاية تبقى كلمة وهي الخوف من الظلم في الدنيا، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. بالحب عشت اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، ونلقاكم بعد العيد بمشيئة الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا،
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا